تقوم بنرتب العزبة كاملة إن شاء الله حق الشتوية كلها بشكل عام. هذا محمد طارق أنا. أوه حمود اللي أبو خالد اللي سوق صح؟ شوفوا يا جماعة الخير كل هذا بنرتب إن شاء الله. ودي والله إني أشوف شكل السيارة بهذا. أنت لطيف. ترى أنا جايبة تعويض لك ما جيت اليوم. والله العظيم. ترى طالع عشانك. والله ما في وقت. اليوم ما كان في وقت والله. والله. اليوم ما كان في وقت اجيك عشان كذا انا جبته لازم نطلع الحين 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 اي وانت اللي تسوقه رح لا والله لا والله يعني بنرتب يا حبيبي بنرتب والله برتب بس ابغى اشوف شكل السياره بذي ايش رايكم عيال لا 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 ها انا اشوف انه خلها على تصميم القصيم خلها هذا الحين حطينا شكله مثل ما انتم شايفين كذا طالع بس صراحه ما اقنعني ما اقتنعت وانا سو ستايل من مخك والله ما اقتنع لا 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 في ناس يسوونه لا لا رجع رجع صندوق الوكالة رجع صندوق الوكالة حبيبي لا 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 هناك هناك جب جب في صندوق الربع الجي تي في كل شيء خلاص بنحطه مع اغراض الوكالة اللي ما فتحناها اصلا من اول ما اخذنا السيارة حتى الوطيات حقت الوكالة ما استخدمتها فبحط اغراض الوكالة كلها في الكرتون وبنقفل الوقت دائما ضيق في الشتاء فعشان كذا برتب العزبة من الحين عشان لو جت طلع مفاجأة ولا حاجة ولا شيء كل شيء جاهز اللهم بس نحطه في الربع ونجهز وخلاص ونمشي الله يوفق يا رب مرحبا 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 مو بالحين مو بالحين خلنا نرتب وفي طريقي إلى النجاح التقيت بأصدقائي فعدت معهم